تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رسالة من السيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد فيها مشاركة سكرتيرة منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في جائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للأطباء المتميزين في البحث العلاجي والطبي. وأعرب غيبريسوس عن سروره قبول الدعوة للمشاركة والتعاون مع لجنة الجائزة وتقديم الدعم في هذا اليوم المخصص للاحتفال بالكوادر البحرينية العاملة في مجال الخدمات الصحية. كما عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال الأول التي ستقيمه مملكة البحرين يوم 4 نوفمبر 2020 بمناسبة يوم الطبيب البحريني ومنح جائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للأطباء المتميزين في البحث العلاجي والطبي. جدد غيبريسوس التهنئة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مبادرة مملكة البحرين بتحديد يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام، وأكد أن هناك أدلة متزايدة على مستوى العالم حول مدى انعكاس تقدير الكوادر الصحية على تحسين مستوى الأداء والحوافز الشخصية. وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن بعض النماذج التي تم تطبيقها في المرافق الصحية والمستشفيات دللت على ذلك من خلال منح الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية.